اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده ما شاء الله زي ما شفنا في التقرير اللي فات نجم كبير وهو لعيب كره في النادي الاهلي، وايضا نجم كبير وهو مدرب، الكابتن الكبير كابتن خالد جد الله. منورنا كابتن خالد. كابتن اسامه انت اللي منور، وسعيد ان انا موجود معاك، واشكر طبعا استاذ عبد الحكيم ابو علم على التقرير الجميل المحترم. كل فريق الاعداد بقى، الناس كلها عامله لك شغل حلو النهارده. والله كل فريق الاعداد يعني انا بشكرهم جدا، استاذ محمود شوي وعلي توحيد وكل الناس وزحمه النشاط، يعني انا بحييهم وبقدرهم والف شكر على كل حاجه كويسه بيعملوها معايا. ده اقل حاجه نعملها لحضرتك، يعني كنت نجم كبير. نبتدي بقى من اخر حاجه، المرحله الحاليه دلوقتي اللي موجود فيها الكابتن خالد جد الله مدير قطاع الناشئين في البنك الاهلي. تجربه مش جديده لكن تحدي جديد في نادي، يعني السنه اللي فاتت ما كانش محقق نتائج، لسه بيبتدي يعمل قطاع ناشئين، فاختار الكابتن خالد جد الله عشان يبدا يكون له قطاع ناشئين، وفي شغل كبير خلال الفتره اللي فاتت عملتها. احكي لنا بقى البدايه جت ازاي والتفاصيل خلال الفتره اللي فاتت. هي البدايه كابتن اسامه، يعني تلقيت اتصال تليفوني من اللواء اشرف نصار اللي هو رئيس مجلس اداره نادي البنك الاهلي، شخصيه محترمه جدا، وعرض عليا ان انا امسك قطاع الناشئين في نادي البنك، ورحت قعدت معاه واتكلمت معاه. هم يعني عايزين يطوروا قطاع الناشئين بشكل كبير جدا، اللي هو اشرف نصار واستاذ محمد عبد المنعم والعميد حاتم. من هنا كان الكلام، وشفت ان هم بيتعاملوا باحترافيه كبيره جدا وناس محترمين جدا، فحبيت ان انا اتعامل معاهم، وفعلا عملت عقد مع نادي البنك الاهلي وابتدينا. طبعا مراحل اخذنا في الاول، السنه اللي فاتت القطاع يمكن في البنك الاهلي النتائج ما كانتش بالشكل اللي هم كانوا يتمنون. هم عايزين يطوروا القطاع بشكل كبير جدا وبشكل كويس يتماشى مع الفريق الاول في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز. الفريق الاول ماشي بخطى ثابته في نص الجدول، بيعملوا نتائج كويسه وعروض كويسه مع خالد جلال طبعا مدير فني محترم. فمن هنا جت الفكره ان لازم يطوروا قطاع الناشئين، ولازم قطاع الناشئين يتبص له ان هو ازاي يغذي الفريق الاول بلعيبه على مستوى كويس. من هنا ابتديت طبعا، حطيت خطوات عشان بس الواحد يبتدي يشتغل. اول خطوه طبعا كان لازم نعمل اختبارات على مستوى عالي، لان نشوف ان احنا نقدر نضم لعيبه كويسه جديده بالنسبه للنادي. عديت المرحله دي، عملنا اختبارات، ويمكن المرحله دي انا فوجئت بيها، انا حسيت ان انا في النادي الاهلي من كتر الزحمه وعدد الناس. عدد كبير بيحضر. عدينا ال 3000 تقريبا، ودي حاجه طبعا بالنسبه لاختبارات البنك الاهلي كان الرقم يعني رقم محترم جدا. وفعلا من الاختبارات طلعت تقريبا بحوالي 7-8 لعيبه على مستوى الاعمار المختلفه بدءا من 2003 و2005 و2006 و2007. فدي كانت مرحله الحمد لله عدت بنجاح وبشكل كويس جدا بشكل محترم. المرحله اللي بعديها كان تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه. وطبعا انت بتعيد الصياغه من الاول كلها بالظبط. فطبعا دي عمليه شاقه جدا. انت عايز تجيب برضو ناس على مستوى عالي من الكفاءه ومن الموهبه عشان يحصل تطوير على المستوى الفني والاداري. انا كان اللي يهمني جدا المستوى الاداري قبل الفني، لان لو المستوى الاداري اتظبط ده هيؤدي الى نجاح الهيكل الفني بشكل كبير جدا. كله منظومه كامله. منظومه كامله. ابتديت الحمد لله، خلصت المرحله دي وتم تشكيل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه الحمد لله بالنسبه للفرق بدءا من 2001، مواليد 2001 و2003 و2005 و6 و7 و8. يعني الست بطولات دول هنشترك بيهم في بطوله الجمهوريه. مش كتير الفرق دي، في نادي النهارده ممكن يقول انا اركز في 3-4 فرق والباقي ادخل بيه منطقه، يبقى تركيزي اكبر على الفرق دي واقدر انافس واقدر واقدر واقدر. احنا عملنا كده، الست فرق دول قلنا جمهوريه، في فرقتين 2009 و2004 دول هيلعبوا منطقه. احنا قلنا برضو الاحتكاك لما يبقى قوي بالنسبه للولاد دي هتبقى فايده بالنسبه لهم كبير. الهدف من السنه دي باذن الله تحسين طبعا النتائج وتحسين اوضاع الفرق من حيث الترتيب في الجدول. السنه اللي فاتت يمكن كان ترتيبهم متاخر شويه. باذن الله السنه دي على المجهود المبذول والشغل اللي موجود اللي بيحصل دلوقتي، نتمنى ان الترتيب يبقى الفرق أفضل. يبقى افضل. يعني على الاقل نطلع 6-7 مراكز لقدام باذن الله. السنة الجاية يبقى في شغل تاني بالنسبة للمنافسة أو مربع ذهبي أو أن أنت تقدر تاخد بطولة. ولكن برضو السنة دي أنت عارفني يا كابتن أسامة، أنا في الشغل يعني عنيد شوية. لا، هيبقى لينا شكل،
وهيبقى لينا تواجد قوي جدا 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 على مستوى الفرق الست فرق اللي انا قلت لك عليهم باذن الله تعالى.